هنا انا ربطتها في الرخامة. هجرب اول حاجة حتة كده صغيرة، هشوفها هتعمل معايا ايه، لاني انا ما عملتش الطريقة دي قبل كده، بس واخداها من واحدة صاحبتي، فاخاف اغامر بحاجة اكتر من كده وما تتفرمش معايا وتبوظ. شايفين الوش اتكسر معايا، برضو انا مش هيأس وهحاول اركبه تاني معاكم. هي الحياة ايه غير تجارب، عايشين بنجرب اي حاجة في كل حاجة، او كل حاجة في اي حاجة، هو ايه اللي انا بقوله. برضو ما نفعتش، ويفهم ما فرمت ليش اللحمة، فهي تجربة فاشلة جدا، كسرتي فيها حوالي نص كيلو من اللحمة، عصرت اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطب ما طلعتها ليش مفرومة. هوقف الكاميرا وهوريكم الطريقة الصح ايه هي. هجيب كده الكبة وهجربها معاكم برضو، بس اهم حاجة بنقطع اللحم القطع الصغيرة. برضو مش هحط كمية علشان اشوفها هتتفرم معايا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فرمت بس مش فرم كامل، يعني مش فرم زي مثلا بيجي بقى الجزار بيحط لك الشغط والجلد والحاجات اللي هي بتبقى موجودة في اللحمة دي، مش بيسلكها طبعا مع الفرم، فالكبة طبعا مش هتتحمل الكلام ده. فانا ايه، حط حتة تاني كده.
زي ما انتوا شايفين الكبة بتاخد الحتت الحمرة بس، فانا على قد ما اقدر هحط حتت حمرة بس، مش هحط حاجة تاني معاها. دي حتة حمرة فيها سمين، فانا هحطها ايه على بعضها، بس هقطعها لقطع صغيرة كده علشان ايه الكبة تلف معايا. جبت بولة كده وهبتدي ان انا انزل بالمفروم اللي انا ايه عملته. والحتت اللي ما اتفرمتش طبعا هشيلها تاني وهرجعها تاني للكب. اقطع دي بصوا برضو ما اتفرمتش. شايفين
اهي فرمت، بس فرمت ايه حتة على قدها، ف برضو الكبايات بقى بتاعت البيت دي كده احنا نعرف ان هي مش هتفرم لحمة معانا الا اذا كانت الحتة حمراء خالص زي ما انتوا شفتوا كده معايا، خدت الحتت الحمراء وسابت الحتت السمين. وهي دي الفيديو اللي انا كنت عايزة اعمله لكم علشان اعرفكم ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، مش عشان مثلا عايزين نفرم كيلو من اللحمة مثلا او قطعة من اللحمة مثلا عايزين نعمل بيها اي حاجة فاحنا نبوظ الكبة بتاعتنا او نبوظ المكنة اللي بيتعمل فيها البسكوت. ممكن لو عايزة تعملي في الكبة اعملي كمية بسيطة خالص وتكون لحمة حمراء ما عليهاش اي حاجة ولا شغط ولا دهن، لا دهن ممكن ميبقاش فيها شغط، ميبقاش فيها حتة لحمة كده فيها حتة من الجلدة، تبقى حتة اللحمة بتاعتنا حمراء خالص. وبكده حبيب قلبي الفيديو بتاعي يكون انتهى، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا منه، واسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.